درس سهل جدا. صوت السوفت بي العاديه اللي بتكون من الاحبال الصوتيه بتتهز معاها، تحط ايدك على رقبتك كده، هتلاقي وانت بتقول بير هتلاقي في اهتزاز في الحنجره كده، بير بير بيرد بيرد بيك بيك بي بي خلاص. اما البليكن، البليكن تمام، صوت البي بي بيطلع من فوق خالص من عند البق هنا، ملوش دعوه بالاحبال الصوتيه نهائي. تملى بقك هوا بيطلع معاك بيليكن وبين وبير وبيز. يعني حد قال لك بير هتعرف انه دب، اما لو قال لك بير نفس النطق بس صوت البي في اوله تبقى كمثرى، حبات كمثرى. حد قال لك بي تعرف انها نحله، اما لو قال لك بي يبقى حبايه بسله. خلاص المفرد من بيز بي، يبقى عندي بي نحله وبي حبايه بسله. تفرق النطق عندنا في الانجليش، صوت الحرف بيفرق في معنى الكلمة كلها. طيب هنا بيقول لك بير بير ناقصة حرف عالية، ترى صوت ايه ده؟ بير بي خفيف، بي بي أكبر. تمام، دي اللي هي السوفت بي. طيب نمبر 2 مع حبيبة صالح، بيز بيز في تقيلة. البراء، بير بير بير. احنا هو ما فيش عندنا خفيفة وتقيلة، الكلام ده كان زمان، كانت طريقة الشرح كده، لكن خلاص دلوقتي الفونكس الناس كلها بتدرسه وعارفة. ده صوت يا جماعة وده صوت، ده بي وده بي، قول لي بي أو بي تمام، ما فيش خفيف وتقيل لأن ده صوت مختلف عن التاني خالص. خلاص رؤى بيليكن، بيليكن ده صوت إيه؟ بي بي ايوه كده. بلال لما اقول بين 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 صوت ايه ده؟ بين ان صوت ايه ده؟ صوت البي اور بي؟ بي بي بي. بيرد يا سلمى، بيرد بيرد البي بي. اوكي طيب هنا نطلع فوق شوية كده، بيقول لي لوك اند سيركل تمام. علي هنا بيك، يا ترى اعمل سيركل على اي حرف من دول؟ بيك بيك بي لفوق ولا لتحت؟ ده بالخفيفة. البي لفوق تمام، بي بعدين هنكتبها هنا، كلام سهل جدا يعني، شغل ايه ولا ابتدائي خالص. حبيبة صالح ها، peas peas b or p بي p excellent. البراء هنا لما اقول pin pin يا ترى b or p؟ البراء معنا ايها البراء، ها pin تبقى b or p؟ بي p. رؤى رؤى بي بي سوفت بي، اي بي تبقى انهي واحد؟ تبقى بي اور بي؟ بي بي اللي هي الفوق تمام. تخيل حق صوت اسم الحرف بي والكلمه كلها بي نفس النطق. طيب بلال listen and circle the odd sound out، اسمع بلال والصوت المختلف هنعمل عليه سيركل، بس شغل ودنك. بير بير بيك بي، كمان مرة بير بير بيك بي، يا ترى مين المختلف هنا؟ بير بير اللي هي نمبر 2. طيب نسأل سلمى عماد، بين بيز بيليكن بيرد، بين بيز بيليكن بيرد بيرد بيرد. بعدين بيقول لي read and write تمام. هنا المفروض sort، يعني هنا sort هو توزيع مش write، يعني كان المفروض ماشي مش مشكلة نفس المعنى. علي pelican و pear و beak و bee و bird و peas bear pin. عشان ما نضيعش وقت بس يا جماعة، كل اللي يبدأ بصوت البي هنكتبه هنا، وكل اللي يبدأ بصوت البي هيتكتب هنا. خلاص
عشان بس ندخل في المهم، لان انا عندي درس رخم جدا وهو درس ايه؟ الفراكشن. طيب